بعد ما الامور هديت، بعد ما الفريق ضمن، بعد ما الفريق حقق انتصار محترم جدا على انبي امس، اخيرا اخيرا وصل لنا الكابتن احمد سامي. كان غايب عنا بقاله فتره، بس طبعا الوضع كان صعب جدا وكان فيه ضغوط كبيره جدا، فكنا متفاهمين ده. بس الان معانا واحد من افضل مدربي الدوري المصري، الكابتن الكبير كابتن احمد سامي، المدير الفني لفريق سموحه. يا كابتن احمد، منور الدنيا، وحشني جدا. اخبارك ايه؟ الله يخليك، وانت وحشني اكتر. اخبارك ايه؟ طيب. وانت طيب وبخير يا كابتن احمد. الامور السنه دي كانت صعبه شويتين ثلاثه، الضغوط كانت كبيره جدا. الحمد لله، يعني كل حاجه بتعدي يعني. السموحه غير السنه اللي فاتت، سموحه السنه دي مع التغيرات، مع تغيرات اداريه، مع تغيرات فنيه، حسيت وانت بتشتغل معاهم في الفتره الثانيه انه الامور فيها كثير من يعني ما فيش نفس الامور السهله بتاعت السنه اللي فاتت. سموحه السنه اللي فاتت كان معاك ماشي بشكل رائع جدا. والله بص، يعني كل وقت وليه ظروفه، يعني الموضوع كله انا كنت عارف قبل ما اجي، وانا يعني انا جيت بس بناء بس على طلب باشمهندس، وعلاقتي بيه قويه جدا، وكنت عارف قبل ما اجي يعني ان السكواد يعني في مشكله، و لان في مراكز ما كانتش متوفره بشكل كبير جدا في الفرقه، والحمد لله الموضوع عدى، ونادي سموحه نادي كبير، والحمد لله يعني كل اغلبيه الفرق، انت بتتكلم في فرق كبيره جدا كانت مهدده برضو، بس احنا الحمد لله احنا كنا احسن الفرق، لان انا كنت يعني اول ما جينا الحمد لله جمعنا نقط، وصلنا للنقطه 36 من بدري يعني. صحيح. في بعض ثلاث ماتشات كده كان في تعثر، لكن هو في الاخر يعني ما كانش عندي شك ان ربنا يوفقنا يعني ان شاء الله يعني في الفتره دي، والفرقه تقعد بشكل مستريح. دلوقتي عندها 39 نقطه، ممكن يعني توصل عندنا ماتش اخير، ممكن توصل لمركز كويس ثامن يعني لو قدرت تكسب الماتش الاخير. عظيم جدا. طيب الفرقه خلاص ضمنت البقاء، كابتن احمد سامي باقي مع سموحه الموسم القادم؟ ان شاء الله باذن الله. مكمل معاهم عادي؟ ان شاء الله. ان شاء الله. طيب الدوري السنه دي بشكل عام يا كابتن احمد، انا بحب اسمع رايك بشكل عام، الدوري السنه دي شايفه دوري قوي، دوري محترم، ولا كنت شايف انه في بعض الحاجات اللي محتاجه تتصلح في الموسم القادم؟ والله بص، يعني كل الناس ادرى يعني بالمشاكل عندنا، طبعا في مشاكل في الدوري يعني في حاجات مش عايز اتكلم فيها، كل الناس عارفاها يعني، لكن في الاخر الدوري المصري يستحق يعني احسن من كده. من ناحيه يعني من ناحيه يا كابتن احمد كل حاجه، من ناحيه كل حاجه، لان هو الدوري كل سنه في تحسن، بس تحسن طبعا على قد ما الناس شغاله يعني تحسن، بس هو احنا طمعانين بيبقى في تحسن اكتر من كده. حسام حسن مستمر مع سموحه الموسم القادم يا كابتن احمد؟ لا، حسام خلاص بقى في سموحه بشكل نهائي يعني. خلاص بشكل نهائي. تعاقد نهائي يعني. تعاقد نهائي. حسام حسن لما قعدت معاه واتكلمت معاه، ليه ما وفقش مع النادي الاهلي؟ ليه الامور ما كانتش ماشيه، ولما رجع سموحه الى حد كبير رجع تاني المستوى؟ هو مش عشان رجع المستوى ولا حاجه، هو حسام لعيب راس حربه كويس جدا، وهو كان راح نادي الاهلي وهو في احسن حاله ليه، لكن هو طبعا الظروف حكمت يعني، كان المدرب ساعتها موسيماني على ما اتذكر يعني، كان ما كانش بيلعبه خالص ولا كان حاطه في الصوره لمده سنه. فيعني بعد سنه لما جه خد فرصه، طبعا اكيد مش هيبقى في المستوى اللي كان رايح بيه. صحيح. وفي نادي الاهلي يعني حته الصبر طبعا، بطولات كتير وماتشات كتير، فاللاعب بيتحاسب يعني بالدقيقه مش بالماتش. صحيح. صحيح. طيب ديربي الاهلي والزمالك غدا ان شاء الله، شايف المواجهه ازاي يا كابتن احمد؟ والله الفرقتين، الاهلي خد الدوري والزمالك مقدم ماتشات كويسه الاخرانيه. احنا كنا اللي طالبينه يعني، انا بالنسبه لي مش مهم مين يكسب. المهم ان نتفرج على كوره تليق بالفرقتين. يعني نفسنا ماتش كده يبقى ماتش كوره كويسه، مش ماتش فيه توتر ولا فيه، لانه ما فيهوش توتر الماتش. صحيح. الاهلي ولا مضغوط ولا الزمالك مضغوط. صحيح. يعني ما فيش اللي يستدعي ان ما نشوفش كوره كويسه، خصوصا ان في الاهلي واخد واخد يعني كل البطولات اللي دخل فيها السنه دي. صحيح. والزمالك عنده سكواد كويس. عنده لعيب الكوره مش بكميه السكواد بتاع الاهلي. لكن هو في اخر ماتشات مادي، عنده لعيبه طبعا مهمه جدا، زيزو وشيكابالا
ونضاي ولاعيبه كويسه والسيسي وعندهم يعني والجزيري عندهم لعيبه كويسه. ويعني انا طبعا ان احنا نتفرج على كوره زي اللي بنشوفها يعني.